نواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام من خلال هذه الانطلاقات والمنافسات وهذا التحدي من ميدان الشحانية متابعينا الكرام في شوطنا العاشر وشوط الختام ضمن هذه الفترة الصباحية وفي رابع أيامنا ضمن هذا المهرجان وهذا اليوم الذي خصص لسن الجذاع وتحديات الستة كيلومترات متابعينا الكرام ننطلق مع هذا الشوط ومع هذه الشعارات اللامعة والمميزة المنطلقة والمندفعة معنا في ختام أشواطنا في هذا الصباح. نسير ونتابع مقدمة الشوط في هذه اللحظات، نتابع الخمس المراكز الأولى في هذا الشوط متابعينا مستمعينا الكرام، نسير مع الصدارة مع مقدمة الشوط في هذه اللحظات. هنا أول المراكز نتابع راهية هنا أيضا على الصدارة، حسين بن علي أبو السيقان المري على الصدارة والانطلاق الأول وثاني المراكز في هذه اللحظات. غارة هنا على ثاني المراكز وثالث المراكز نتابع هنا أيضا شعار متعب الطالب بن شريم مع الشاهينية على ثالث المراكز ورابع المراكز نتابع في هذه اللحظات. العنود هنا قادمة على رابع الانطلاق، عبد المحسن بن راشد الجربوعي المري وخامس المراكز في هذه اللحظات. الشاهينية هنا من تأتينا سعيد بن علي بن راية المري في هذا الانطلاق المميز والنداء الأول للخمس المراكز الأولى المتقدمة. طالب بن شريم هناك في ثاني المراكز أيضا قادم مع بن صغان، ولكن ثالث المراكز أرى الأسماء أيضا قادمة هناك مع أيضا وبرة محمد بن أحمد بن مطر الخيالي قادم، ولكن اسم جديد يتدخل في هذه اللحظات مع ترحيب ناصر بن بطحان بن سلطان المنصوري ينضم في هذه اللحظات إلى ركب المقدمة ويشكل هذه الثلاثية المميزة. ورابع المراكز نتابع هنا الشاهينية سهيل بن سالم بن حمد العامري أيضا قادم مع الشاهينية وخامس المراكز في هذه اللحظات، ولكن العودة مع 600 متر الأخيرة هناك ما تفصلنا عن نهاية هذا الشوط مع ترحيب غيرت الصدارة وغيرت مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات. ناصر بن بطحان بن سلطان المنصوري هناك مع الناموس، ولكن الله هناك القدوم من بحور أيضا قادمة مع هذه الانطلاق المميز، ولكن الله بسم الله ما شاء الله 300 متر الأخيرة هنا مع هذا الانطلاق مع ترحيب ويا مرحبا بترحيب في هذا الميدان مع هذا الانطلاق، ولكن ديرني بالك هناك القادمة أيضا محبوبة قادمة هناك، ولكن ترحيب واللحظات الأخيرة تهانينا والناموس لمالكي ترحيب ناصر بن بطحان بن سلطان المنصوري. ثاني المراكز كانت هنا محبوبة سعيد من منالة بن غدير الكتبي، وثالث المراكز ثالث المراكز الضبية بادي بالتركي الدوسري، ورابع المراكز كانت هناك الشاهينية سهيل بن سالم بن حمد العامري، وخامس المراكز كانت هناك فوائد راشد بن سعيد، خامس المراكز كانت هناك حدث سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. تهانينا والناموس لمالكي ترحيب ناصر بن بطحان بن سلطان المنصوري، وتوقيتها الزمني ساعة الوصول وساعة أيضا الناموس وخط النهاية الذي كان مع ترحيب لحظات، ونتابع التوقيت الزمني وساعة وصول ترحيب إلى خط النهاية. إذن توقيت ترحيب وساعة نهني أيضا محمد بن قريب، التوقيت الزمني وساعة الوصول كما نرجو أيضا من المخرج إعادة لنا أيضا توقيت شوط الختام وساعة وصول ترحيب إلى خط النهاية.
الأفكار معربات السلايب يا ما حلاها لطقوها زرمان أمراض معربات إذن مشاهدينا الأعزاء بهذا نصل إلى ختام هذه الفترة الصباحية. أذكر بأن صاحبة المركز الأول ترحيب المملوكة لناصر بن بطحان بن قران المنصوري، تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني اللي احتلت المركز الثاني في شوط الختام